مالك يا كمال؟ عايز اخبيك عن عينين الناس. بكره تبقي مشهوره ولا انت بقى وراكي في كل مكان. امتى؟ فات سنه ولسه ما حصلش حاجه. امتى هنصور الفيلم؟ مش لما تخلصي كل تدريباتك في الباليه والالقاء. باليه؟ كفايه كده، هو انا هرقص باليه في الفيلم؟ مش ضروري ترقصي، الباليه بيعلمك الرشاقه في المشي والحركه. حاضر. مفيش حاجة. ميرسي. انت تعرفي مين ده؟ ده البعبع اللي بيخوفي بيه العيال الصغيرين. متهيألي شفته قبل كده. انت تعرفي البنت اللي مع احمد سامح دي؟ ابدا. تعرف ايه عن البنت اللي اكتشفها احمد سامح دي؟ اسمها كمال يا فندم. والله يا اخي انا بفك الخط. اسف يا فندم. وبعرف اقرا واسمها مكتوب على المجله. تمام يا فندم. انا عايز اعرف مين دي ومين اهلها وتاريخ حياتها كله. حاضر يا فندم. اتفضل. حاضر. هيا خليك معايا. ها thank you.
الحبايب والجدعان واللي قاعدين واحمد بيه ألف مرة وانا وانت يا حلوة. ايه اللي بتعمليه ده يا طنط؟ طنط يا نغة خف يا روحية خف انت يا اخويا تعوم. انت فاكرة انت يا بنت انت هتوصلي لضفر الروحية؟ اجري روح الاسكولة بتاعتي. ايه اللي بتعمليه ده يا روحية؟ ايه اللي بتعمله انت؟ البنت صغيرة خليها تروح تاخد شهادتها. ما تحصلها. اهلا اهلا عزيز بخطوة عزيزة. ازيك يا ليلي؟ عندي الباب. عجبك البيت؟ كويس. بس كلفني كتير قوي. ما هو الترابيزة عاملة عمايلة. مين اللي عندك؟ لمي بيه وسلطان بيه وسيد بيه. سيد هباب ده ابو دم تقيل يمشي. حاضر. من يوم ما جيت من اسكندريه وانا بتصل بيك كل يوم في التليفون. يا ليليان مشاغل. انما ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ صوره كاميليا على المجلات. انت عرفتها؟ كبرت وحلوت وبقت قمر. هي فين؟ اجيبها لك تسلم عليك. يا ريت. كاميليا. ايوه يا ماما. تعالي سلمي، في ضيوف عايزين يشوفوك. مين؟ تعالي بس. تعالي يا كاميليا. سلمي على عزيز بيه. ازيك يا قطه؟ انت مش عارفة عزيز بيه؟ مش واخدة بالي. تعالي سلمي عليه. زيك. معذورة. أمي كانت مخبياك عن الناس. عن الناس لكن مش عنك يا عزيز بيه. عن إذنكم، في ناس مستنيين. قصدك الممثل ده أحمد سامح. القطة حلوة أوي يا ليليان. طالعة لأمها. أول ما شفت عزيز عند ماما قلبي انقبض، ولما خرجت قابل أحمد شفت عربية من عربيات واقفة بتراقبني. ما كلمنيش ولا كلمة. حسيت ان في حاجة مزعلان. مالك؟ انت عرفت عزيز ازاي؟ عزيز؟ عزيز مين؟ انت هتستعبطي؟ كان عندك في البيت بيعمل ايه؟ ما كانش عندي، كان عند ماما.
ماما. ايوه هو بيعرف ماما من زمان. ولما هو بيعرف ماما من زمان لما شفتيه واحنا سهرانين سوا كدبتي عليا ليه وقلت انك ما تعرفيهوش؟ انا ما كدبتش، انا فعلا ما اعرفوش لاني ما شفتوش من وانا عندي 8 سنين. ياه ده انت على كده انت وماما ناس واصلين، تعرفوا شخصيات عظيمه. ارجوك كفايه شتيمه، لازم تعرف اني ما بفكرش الا فيك وفي مستقبلي. وانت عايزه مستقبل ايه احسن من كده؟ ما خلاص كل الناس بتتكلم عليكي، دخلتي التاريخ. بيتكلموا على الاكتشاف الجديد لاحمد سامح، لكن انا عايزاهم يتكلموا عليا، يقولوا ان انا ممثله كويسه. ورقاصه كويسه كمان. مفيش مانع، ورقاصه كويسه اهو كله فن. على فكره انت ايه اللي خلاكي ترقصي في العوامه؟ ياه انت لسه فاكر؟ ايه اللي خلاكي ترقصي في العوامه؟ انت مش كنت معايا وشفتهم كلهم صمموا ان اقوم ارقص؟ انت بتدور على اي حاجه عشان تتخانق. بصراحه انا ما كنتش عارف انك بترقصي حلو كده. مفيش بنت ما تعرفش ترقص. لكن انت رقصك مثير، ما تقلعي هدومك وترقصي، عايزك ترقصي لي انا لوحدي. اقلع؟ ايوه عايزني ارقص عريانه. وفيها ايه؟ هو في حد معانا؟ احمد انت سكران. انا مش سكران لكن لسه حسكر، انا راجل صاحب مزاج ودلوقتي مزاجي اشوفك بترقصي عريانه. متأسفة يا أستاذ أحمد، مش هرقص. ما تخلصيني بقى. أنت عايزة إيه بالظبط؟ فلوس؟ متشكرة. أنت مغرقني فلوس يا أحمد بيه. ما تخلينيش أصدق كلام الناس. ناس؟ ناس مين؟ أوام عرفتي ناس؟ وقالوا لك ايه بقى الناس؟ قالوا لي انك بتضحك عليا ومش هتخليني امثل. انت عايزه الحقيقه؟ اذا سمحت. انت ما تنفعيش ممثله. ما ينفعش؟ ايوه ما تنفعيش. تحب اكتب لك اقرار؟ امال اهتمامك بيا كان ليه؟ عشان تبقى ضمن حريم احمد سامح. حريم؟ ايوه حريمي. اي ست تتمنى تنضم لحريم احمد سامح. بس انا مش اي ست. طب ما تزعليش، انت ست الستات. يلا اقلعي واسمعي الكلام. هو انت اشتريتني؟ مش هقلع. خلاص يا ستي اقلع. انا حقيقة انا ما اشتركتيش لكن دخلتك التاريخ ومش عايز حد يشاركني فيكي. يلا اقلع روسي. حرام عليك، ما تهدش الصورة الجميلة اللي كنت رسمها لك. ده انت ممثلة كويسة اهو. خلاص هتبقي ممثلة، خلي اسمك على كل لسان. كماليا افتحي الباب.